الفريقين على ملعب خوسيه مارتن كاثيريس وضع ابناء السيد العجوز في المقدمة بحرز الهدف الأول في الدقيقة 53 كما نتابع في الشاشة. وستيفان شعراوي تمكن من معادلة النتيجة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 62 قبل أن يعود كاثيريس ليضع اليوفي في المقدمة من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 83.